السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. معكم المهندس حسين الفيسي، حاليا لسه خارجين من العاصمة الإدارية الجديدة من عند مسجد الفتاح العليم على الطريق الدائري الأوسطي. قدام حضراتكم ده كده المسار بتاع المونوريل جاي من التجمع من القاهرة الجديدة وداخل من هنا كده على العاصمة الإدارية الجديدة على محور بن زايد الشمالي. هنتمشى على الطريق الدائري الأوسطي كده ونشوف الدنيا على الطبيعة من اللي على إيدينا الشمال، منطقة بيت الوطن في التجمع، منطقة بيت الوطن، وعلى إيدينا اليمين هيظهر دلوقتي منطقة المستقبل سيتي، مدينة مستقبل سيتي، وبعد منها على طول مدينتي وبالم هيلز وماونتن فيو. هنشوف الكلام ده واحنا ماشيين على الطريق كده بإذن الله تعالى. ده كده الكوبري، لو انت جاي من العاصمة الإدارية وعايز ترجع تروح التجمع بتطلع من هنا كده وتلف على الكوبري اللي احنا لسه منعدين عليه، وعلى ايدينا الشمال دي كلها منطقة بيت الوطن في القاهرة الجديدة. هيبدأ يظهر دلوقتي مستقبل سيتي والبوابات بتاعت مستقبل سيتي المميزة. المكان اللي احنا موجودين فيه ده كده في شرق القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة، جايه من على الطريق من على الطريق القطامية العين السخنة لحد المكان اللي وصل حضراتكم كده، وبعد منها على طول مستقبل سيتي، وبعد مستقبل سيتي مدينتي. كل ده في الركن اللي على ايدينا اليمين. الكوبري اللي قدام حضراتكم ده كده لو انت جاي من مدينتي من عند منطقة الفيلات وحابب تروح التجمع او تروح بيت الوطن بتطلع من عليه وبتخش من على بيت الوطن. الكوبري ده لسه جديد، ممكن من خلال شهرين كده لسه معمول جديد. هيبدأ يظهر من بعد الكوبري على طول تبدأ تظهر مستقبل سيتي. دي كده مستقبل سيتي على ايدينا اليمين بدأت تظهر. مساحة مستقبل سيتي 11,000 فدان، بتمتد من على الطريق الدائري الاوسط اللي احنا ماشيين عليه، وبتيجي على شكل حرف ال متوازية مع العاصمة الادارية الجديدة، وبعد كده بتلف في ظهر مدينتي لحد طريق السويس. ادينا الشمال اللي في الصوره ده كده دي وكاله الفضاء المصريه على ايدينا الشمال، ودي كده على ايدينا اليمين مدخل مستقبل سيتي علشان الناس تبقى فاهمه. زي ما قلنا لحضراتكم مستقبل سيتي 11,000 فدان، دي كده على ايدينا الشمال وكاله الفضاء المصريه هنا في المكان ده كده، وعلى ايدينا اليمين دي بوابات مستقبل سيتي بشكلها المميز والمعروفه هنا في على الطريق الطريق الدائري الاوسطي. الناس اللي بتسألنا عن العبور الجديدة بتبعد قد ايه من العاصمة الإدارية الجديدة؟ تقريبا في حدود تلت ساعة بالظبط من هنا كده من مدخل العاصمة الإدارية الجديدة لحد مدينة العبور الجديدة على الطريق الدائري الأوسطي، بتلاقي نفسك وصلت العبور الجديدة. قدامنا حضراتكم ده كده كل دي مستقبل سيتي، بصراحة فيها كمية شغل كبيرة جدا. طبعا هي لولا ان العاصمة الإدارية اشتغلت كان زمان مستقبل سيتي خلصت زيها زي مدينتي كده. مدينتي طبعا لسه فيها شغل شغالين فيها في منطقة البي 15 حاليا وبيسلمهم في منطقة البي 12، بالإضافة طبعا لمنطقة بريفاتو. هنا كده من الطريق ده المدخل بتاع مدينتي على الطريق الدائري الأوسطي. كل اللي على ايدينا الشمال ده كده منطقة بيت الوطن علشان الناس تبقى عارفة. الناس اللي بتسأل على منطقة بيت الوطن في التجمع، طبعا احنا كنا خدنا اكتر من جولة على قناتنا قناة المهندسين الوطنيين، رحنا صورنا المنطقة التانية والرابعة والستة والتامنة، كل المناطق دي احنا صورناها قبل كده على قناتنا قناة المهندسين الوطنيين. المنطقة اللي على ايدينا الشمال كل دي امتداد التجمع يعني منطقة القاهرة الجديدة. اللي على ايدينا الشمال دي طبعا هم حاليا شغالين في موضوع تشجير الطريق، يعني هم واخدين الطريق من عند الكارته كده لحد مدخل العاصمه الاداريه الجديده. بسم الله ما شاء الله كان الطريق كله ما كانش فيه اي اعمده ولا تشجير، هم دلوقتي شجروا يمين وشمال الطريق مع امتداد الطريق كده واحنا جايين مدخل العاصمه. كل اللي احنا ماشيين الطريق ده كله مدخل العاصمه الاداريه الجديده. على ايدينا اليمين بدات تظهر السور الخاص بمدينتي هنا. الناس طبعا في مفكره ان مدينتي على طريق السويس، بس لا، مدينتي حدودها من طريق السويس والطريق الدائري الاوسطي من اتجاه الغرب ومحور الامل من اتجاه الشرق. يبدأ ده كده ماونتن فيو على ايدينا الشمال. وبعدها على طول بالم هيلز، دي ماونتن فيو لو حضراتكم شايفين كده على الطريق الدائري الاوسطي، وبعد منها على طول بالم هيلز برضو على الطريق الدائري الاوسطي. على ايدينا اليمين كل دي من منطقه مدينتي، مدينتي 8,000 فدان، تمتد من الطريق الدائري الاوسطي زي ما قلت لحضراتكم من اتجاه الغرب
ومن اتجاه الشرق مدخل العاصمة الإدارية الجديدة محور الأمل، ومن اتجاه الشمال طريق السويس، ومن اتجاه الجنوب مستقبل سيتي. كده بدأ يظهر بالم هيلز هنا في المكان اللي احنا قدام حضراتكم كده. كل دي مناطق جديدة، مناطق عمرانية جديدة، في توسعات في المكان هنا بسم الله ما شاء الله كويسة جدا، والفترة اللي جاية هيكون في توسعات اكتر واكتر بإذن الله تعالى. دي كانت جولة سريعة كده في المنطقة. الناس ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة.